السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الانترفيسز في ال PHP. الانترفيس أيضا من موضوع ال Object Oriented Programming في ال PHP، وهي موجودة في معظم لغات البرمجة اللي تدعم ال Object Oriented Programming. الانترفيس فكرتها مشابهة جدا لل Abstraction أو ال Abstract Class اللي أخذناه في الدرس السابق، لكن بتختلف عنها في بعض الأشياء. يعني في مبرمجين يقولون طيب انت الابستراكت كلاس هو يشبه جدا الانترفيس. نعم بيشبه جدا الانترفيس. الانترفيس هو يحتوي على مجموعة ميثود يجب تنفيذها. عند استخدام الانترفيس يجب تنفيذ هذه الميثودز اللي موجودة في داخل الانترفيس. طيب ما هي فكرتها تقريبا قريبة من الابستراكشن، لماذا لا استخدم الابستراكت كلاس؟ امتى استخدم ابستراكت كلاس، امتى لا استخدم ابستراكت كلاس واستعين بالانترفيس بديل للابستراكت كلاس؟ في عندنا كلاسات، احنا لاحظنا في الدرس السابق في الابستراكشن كلاس في عندنا هنا كلاسات بنقوم بتنفيذها على اساس انه بيحتوي على الكونستراكتر ويحتوي ايضا على التو سترينج، عادي جدا. نفس الوقت بيحتوي على ميثودز ليست تنتظر التنفيذ من الكلاسات الاخرى. الابستراكت كلاس في حال اذا انت تحت الابستراكت هذا يحتوي على ميثود على اشياء تنفيذ وتريد تعملها مثلا تحولها الى اوبجكت، تعملها انستانس من هذا الكلاس، هنا انت ممكن تستخدم الابستراكت كلاس. بمعنى انه اذا انت عندك كلاس، هذا الكلاس هو ابستراكت كلاس A، وعندك هنا أنا مثلا كلاس بي. تمام، انت ترث بالكلاس بي وعندك مجموعه فانكشنز. هنا أنا في عندك مثلا اربع ميثود هي ابستراك وعندك اربع ميثود هي نورمال طبيعيه. تمام، فهذا راح يكون في داخل الكلاس يتنفذ، لكن هذا غير منفذه، ينتظر انه انت تعملها وراثه مع كلاس اخر انه هذا يرث من الاي، ففي هذه الحاله يشترط عليه تنفيذ هذه الكلاسات. تمام، نفس الوقت الابستراكت كلاس في موضوع انه لا يجب انشاءه، يعني انه هذا كلاس ابستراكت انت تروح تعمل له انستانس اوبجكت، لا يجوز. هنا الانترفيس نفس الفكره، الانترفيس ايضا يحتوي الكلاس عفوا هذا الملف الاي هو انترفيس. الانترفيس ايضا يحتوي على مجموعه ميثود، هذه الميثود لم تنفذ، مجرد أسماء لميثود، تعريف للميثود، هذا يتم وراثتها بكلاس آخر. أوكي، هذا انترفيس، هذا كلاس انترفيس، أوكي، وهذا كلاس. تمام، يتم وراثة هذه الميثود في داخل هذا الكلاس ويجب تنفيذها. أوكي، نفس مبدأ الابستراك، لكن الفرق وين؟ انه هذا لن يتم عمل الها انستانس كاوبجكت، هذا يعتبر كبلوبرنت مخطط ما هي الميثودز الذي يجب تنفيذها في حال اذا استخدمت هذا الانترفيس. فاجي اضعها وين؟ اجي اضعها في داخل كلاس ويجب تنفيذ هذه الميثودز اللي موجوده في داخله. الفائده الثانيه في الانترفيس اللي يختلف عن الابستراكت كلاس انه هذا انترفيس، بمعنى انه ممكن الكلاس هذا لو عندي انترفيس اخر فليكن هذا الانترفيس دي، ممكن هذا الكلاس يرثها. اذا احنا لقينا حل لموضوع الوراثه الاحاديه، وانه كانما نحس انه هذا يصير وراثه متعدده. الانترفيس يدعم الوراثه المتعدده. في حاله انه انت عملت كلاس، احنا قلنا في الانترفيس العادي في الانهيرتنس العادية انه كلاس يرث يعطي لكلاس اخر، لا يمكن لهذا الكلاس ان يرث من كلاس اخر لانه قد ورث من الاي. لكن في الانترفيس المبدأ يختلف، انت ممكن ترث من الاي والبي ممكن يرث من الدي. ليش؟ لانه هذا هو انترفيس وهذا هو انترفيس، بمعنى انه الانترفيس يدعم الوراثة المتعددة. هذا أفضلية أيضا أو أوبشن آخر للإنترفيس. الإنترفيس أيضا يفيد المبرمجين جدا، يعني مثلا ممكن هو يعمل لك فايل إنترفيس ويقول إنه طيب إحنا بدنا نشتغل على موضوع الطلبة، أوكي يجب أن يكون هناك عندك ميثود
اسم الطالب واسم الثاني للطالب عمره، ويكون عندك function أو method خاص بعنوان الطالب، الراتب الموظف وإلى آخره من الأشياء. يعني أنت ممكن تجهز للمبرمجين، يعني يفيد التيم جدا أنه أنت قائد على هذا الفريق. ممكن أنه تعطيهم مجموعة تاسكات أنه أنت تعمل انترفيس وتقول هذه هي الأشياء اللي يجب عملها. فالفريق راح يصنعون كلاس وراح يقومون بالوراثة من هذا الانترفيس ويقومون بتنفيذ هذه الميثودز اللي أنت عملتها. يعني الانترفيس عبارة عن مجموعة معلومات اللي هي ميثودز، هذه المعلومات قد تكون حاليا لا تعرف ماذا تفعل هذه الميثود. يعني عملت مجموعة ميثودز، مبدئيا أنت لم تخصص ما هي الأشياء اللي قد تكون في داخل أو الكود اللي راح يكون في داخل هذا الفانكشن، فقط تعرف أسماء الفانكشنز وتعطي للتيم طيب نفذوا لي هذه الميثودز، فيستطيعون عملية الوراثة. هذا كلاس آخر، هذا الشخص التيم الأول ممكن أنه يشتغل على هذا الكلاس، أو مثلا خلينا نقول الشخص الأول يشتغل على هذا الكلاس وفي شخص آخر بيشتغل على كلاس آخر، تمام؟ عادي جدا بيشتغلوا مع بعض، وممكن أنه هو لو شاف انترفيس آخر أيضا يستطيع الوراثة ويدخله في هذا الكلاس. في الأخير أقول أنه الأبستراك والانترفيس شبيهين ببعض، لكن الانترفيس يفرق أنه في حالة، يعني مثلا خلينا نقول السؤال الأهم، أنه في كثير من المبرمجين عندهم سؤال جدا مهم أنه يقول لك طيب ما هو الفرق بين الأبستراك والإنترفيس، أو إمتى نعمل الأبستراك والإنترفيس؟ الفرق بين الأبستراك والإنترفيس الاثنين بيشترطوا منك أنه أنت يجب تنفيذ الميثودز اللي في داخله، تمام؟ اللي موجود عليها في الأبستراك، إذا كانت أبستراك خلاص لازم تنفذها، في الإنترفيس يجب أيضا تنفيذها. الاثنين يتفقون في هذا المبدأ، الاثنين بيتفقون بأنه يجب عدم عمل instance لهذا الكلاس. الابستراك هو كلاس لا يتم عمل instance منها، تمام؟ يرث منها الكلاسات الأخرى. الانترفيس نفس الحالة، يرث منها كلاسات أخرى. لكن الفرق الأكبر أنه الكلاس الابستراك لما الكلاس آخر موجود، يعني خلينا نقول عندك كلاس B، هذا يرث فقط من هذا الكلاس، تمام؟ لو عندك كلاس آخر أبستراك لا يمكن أن يرثها B. ليش؟ لأن قام بوراثة من هذا الكلاس، لأن احنا نعرف الوراثة على مستوى الكلاس. الكلاس B يجب أن يرث من كلاس واحد فقط، لذلك الانترفيس يفوق الكلاس في هذه الحالة، أنه أنت ممكن هذا الكلاس يرث من أكثر من انترفيس يدعم متعددة الوراثة. على العموم الانترفيس يتم استخدامها امتى؟ في حالة اذا انت تحس انه هذا الملف لن يتم عمل اوبجكت منها، لن يتم تنفيذها، يعني في داخل انه تكون واجهة لليوزر، حولها الى انترفيس. في حالة اذا انت تريد فايل يحتوي على مجموعة ميثودز، وهذه الميثودز هذه الفانكشنز لم تقم بتحديد وظيفتها، استخدم الانترفيس. إذن الانترفيس هنا يتم استخدامها في حالات خاصة، إذا حبيت أنه تكون الكلاس يأخذ من أكثر من انترفيس متعددة الوراثة، لو في مشروعك شيء يستوجب عليك استخدام الوراثة المتعددة تستخدم الانترفيس. في حالة أنه أنت تريد تضع مجموعة functions لفريقك أو لنفسك حتى مجموعة functions، لكن حاليا أنت ما تريد تحدد ما هي وظيفة هذا الفانكشن بالضبط، عادي تستخدم الانترفيس، تمام؟ فإذا هذه هي الفكرة أو الفروقات مع الابستراكشن كلاس والانترفيس. إذا بالدرس القادم راح ندخل إلى كيف نستخدم الانترفيس في داخل PHP. لهنا نوقف.